يمكن كلام كتير قوي على الحكم إبراهيم نور الدين امبارح، وقد إيه كان أسلوبه في الملعب غير طبيعي يا أحمد. يعني كان في استفزاز لمشاعر اللاعبين، كان في ضغط على اللاعبين. المفروض الحكم ده في الملعب يكون زي الهوا، اللعيبة ما تحسش بيه، لكن حتى في طريقة إعلانه عن ركلة جزاء فيها حدة غير طبيعية وغير مبررة. حسيت حتى كان بيضيع وقت يمكن اكتر من اللاعبين يا احمد. حسيت للحظه ان احنا في فيلم سينما، في بياخد اللقطه. خلينا نتفق على نقطه واضحه وصريحه، المبدا الاول والاخير ويمكن يكون الوحيد المتعلق بفكره المنافسه هو ارساء العداله. بدون عداله مفيش منافسه شريفه.